يا مساء الخير والفل والسعاده على احلى واجمل متابعين في الدنيا. حلقه جديده النهارده من برنامجكم هو وهي، دايما زي ما موعودينكم في هو وهي بنهتم بكل تفاصيل حياتنا. النهارده حلقتنا مختلفه جدا وفيها كذا فقره هتعجبكم بشكل كبير، بس خلوني في البدايه ارحب بزميلتي في الاستوديو ذكرى. اهلا بيكي ذكرى. اهلا بيكي يا خلود، واهلا بكل متابعين قناه الصحه والجمال وبرنامجنا هو وهي. النهارده فقرتنا هتكون متنوعه وهيكون معانا في الحلقه فقرتين. النهارده معانا واول فقره معانا الدكتور احمد حسام، دكتور صيدلي. منور الدنيا يا دكتور احمد. اهلا بحضرتك. منورنا يا دكتور. ربنا يخليكي، انا سعيد جدا ان انا معاكم النهارده. والله احنا اسعد طبعا يعني. ربنا يخليكي، ميرسي جدا. حلقتنا النهارده هنتكلم فيها بقى عن المضاد الحيوي والاضرار بتاعت المضاد الحيوي. شفنا في الفتره الاخيره ناس كتير كانت بتشتكي من استخدام المضاد الحيوي. عايزين النهارده بقى تعرفنا ايه الاستخدامات الغلط بتاعت المضاد الحيوي. مبدئيا هو احنا علشان نتكلم عن خطورة المضاد الحيوي لازم نتكلم قبلها عن اهمية المضاد الحيوي في حياتنا. علشان كده نشرحه الاول. يعني ايه مضاد حيوي، احنا بنستخدمه في ايه؟ طيب. نقدر كده يعني باختصار نقول المضاد الحيوي هو يعني حصن الدفاع الاول لينا والاخير ضد البكتيريا. احنا ضد البكتيريا. تمام. احنا يعني كبني ادمين مش بنعيش هنا في الكون لوحدنا، في اجسام تاني معانا، في طفيلات معانا، في فيروسات، في بكتيريا. خلينا نتكلم على البكتيريا لان هي مختصه اكتر بالمضاد الحيوي. تمام. فاحنا لو كنا فاكرين ان المضاد الحيوي ان احنا كبني ادمين اقوى كتير من البكتيريا فاحنا خطا. احنا خطا جدا. البكتيريا مضره طبعا، مضره جدا لحياه الانسان، ممكن تودي بحياه الانسان. طب قلنا يا دكتور كده في البدايه البكتيريا بتاثر انه ممكن اي التهاب رئوي، ممكن اي ابسس، ممكن اي انفكشن تؤدي انها تنهي حياه الانسان. فكان على الانسان ان هو يخلق حاجه يدافع بيها عن نفسه قدام البكتيريا، لان انا جهاز المناعه بتاعي يعني مش كافي تماما ان هو يحميني من كل الانفكشنز اللي بتحصل. فكان بمحض الصدفه ان في عالم بريطاني سنه 1928 بالصدفه البحته اكتشف مضاد حيوي. قبلها يعني البشريه طبيا بتتقسم قبل استخدام المضاد الحيوي وبعد اكتشاف المضاد الحيوي. ثوره كبيره جدا في موضوع الطبي عامه وفي العلاج بعد المضاد الحيوي. كان بالصدفه 1928 في عالم بريطاني اسمه فيلمينج، ده كان مهتم ان هو بيعمل مزرعه للبكتيريا وكده. ففي مره كان عامل مزرعه بكتيريا وسافر، ساب البيت حوالي 4-5 أسابيع، رجع لقى ان اتكون عليها فطر كده ازرق، فهو مش فاهم ده ايه، مش عارف ده ايه. فاللي استنتجه بالصدفه ان الفطر ده لما اتكون يعني خلى البكتيريا كلها ما تنموش، البكتيريا المفروض انها تنمو بالمزرعه دي، البكتيريا كلها ماتت. فقال طب هو ايه اللي موت البكتيريا؟ فاكتشف ان في اصلا فطر اسمه البنسلين، منه اكتشف المضاد الحيوي. اكتشف ان انا اول مره اسمع القصه دي عامه. دي قصه ابتداء المضاد الحيوي كمان، ولسه اكيد برضو مكملين في الفقره بتاعه الدكتور احمد حسام النهارده، بس احنا هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم تاني، استنونا. ورجعنا ليكم بعد الفاصل اعزائي المشاهدين، ولسه مكملين موضوع حلقتنا النهارده في برنامجنا هو وهي. مستنيين ان انتوا تكلمونا لو عايزين تستفسروا عن اي حاجه النهارده معانا في الحلقه. ولسه معانا مكملين في الفقره اللي احنا فيها مع دكتور احمد حسام، دكتور صيدلي، وكان بيكلمنا وبيشرح لنا قد ايه ان المضاد الحيوي اصلا بدايته كانت ازاي. واحنا مكملين مع بعض، كمل القصه اللي انت مكملين القصه بتاعتنا. كان المضاد الحيوي كان بمحو الصدفة ان احنا اكتشف سنة 1928. تمام. من بعد المضاد الحيوي بقى في ثورة طبية في العالم كله. قبل المضاد الحيوي كان ممكن ان جرح بسيط، خدش، ممكن حد يقلع ضرسه او حاجة، ممكن يحصله بكتيريال انفكشن تؤدي ان هو يفقد حياته. ما كانش عندنا حاجة حصن منيع نواجه بيه البكتيريا اللي ممكن تموت الانسان. فبعد اكتشاف العظيم للمضاد الحيوي، واحد من اعظم اكتشافات البشرية المضاد الحيوي، من بعدها حصل ثورات كبيره بقى في الادويه. بقى الانسان عنده القدره ان هو يواجه جميع انواع البكتيريا والانفكشن والحاجات دي كلها. فمن هنا احنا بنحاول النهارده ان احنا نوعي الناس، احنا معانا في ايدنا ثروه كبيره هي المضاد الحيوي، لازم نستخدمها صح. بالظبط، نستخدمها صح، لان مؤخرا بقى يعني ابتدى يحصل ريزيستنس، مناعه كبيره قوي عند البكتيريا من انواع المضاد الحيوي اللي احنا اصلا
بنفتكر ان هي اقوى حاجه ممكن نواجه بيها البكتيريا. دي اخر حاجه ممكن نستخدمها مع البكتيريا. بعد كده مضاد الحيوي اخر حاجه؟ اخر حاجه طبعا المفروض يبقى هو في كل العلاج بروتوكولات العلاج يبقى اخر حاجه استخدمها مضاد حيوي. بمعنى ايه اخر حاجه؟ يعني ان انا مثلا لما يحصل مثلا انفكشن معين او يتعب المريض يتعب، ايه الاجراءات اللي ياخدها يخلي المضاد الحيوي اخر حاجه يعني؟ ده سؤال حلو جدا. مش اول ما يحصل اي انفكشن او ارتفاع في درجه الحراره او سور ثروت او اي حاجه بجري اجيب مضاد حيوي بدون استشاره طبيب، لان مش كل العدوات مش كل الانفكشن مهمه جدا. الناس كتير بترجع للموضوع ده، الناس مش مفرقه ان في فيروس انفكشن وفي بكتيريال انفكشن. البكتيريال انفكشن بيحتاج مضاد حيوي، بس احنا عندنا حاجات كتير قوي فيرال انفكشن زي الانفلونزا البرد، كل ده مش في حاجه ان انا استخدم له مضاد حيوي. لما بستخدم مضاد حيوي في غير مكانه ده بيخلق عند البكتيريا نفسها مقاومه للمضاد الحيوي. يعني زي ما قلت، يعني مش اي حد يجي له برد بيقضي عليها، مش بيقضي عليها. هي بتكون له، يعني هي بيكون خلاص اخذت مناعه منه. البكتيريا ذكيه جدا على فكره. يعني هو بتتكون من خليه واحده لكنها في منتهى الذكاء، كل يوم في تطور. بيحصل فيها جيناتيك ترانسفورميشن يوميا، بيعمل لها مناعه ضد المضاد الحيوي، مقاومه ضد المضاد الحيوي. طب ده بيحصل ازاي؟ بيحصل لما انا باخد اي مضاد حيوي سواء كان تابلت اقراص او كان حقنه بدون استشارة طبيب وبدون ما أنا أخد الكورس الكامل بتاع المضاد الحيوي، لأن البكتيريا بتخلق زي ما قلنا جيناتيك ترانسفورميشن، بيتغير في شكل البكتيريا بتاعها، كمان ممكن تفرز إنزيمات معينة تكسر المضاد الحيوي، فما بقاش ليه أي فايدة ولا ليه أي لازمة مع البكتيريا. طب دكتور احنا عايزين نعرف ايه الاضرار لو شخص عنده اسراف ان هو استخدم المضاد الحيوي كتير، ايه اضراره، ايه ممكن يأثر عليه بايه؟ زي ما بقول لحضرتك هيخلي ان جسمه بقى عنده مقاومه لجميع انواع المضاد الحيوي، فهو ممكن يستخدمه في عدوى خفيفه. بتقاوم المضاد الحيوي. احنا عندنا انواع كتيره من المضاد الحيوي، فانت لما بتستخدمه في غير موقعه وفي غير مكانه السليم بعد كده بتيجي بيحصل لك مقاومه للمضاد الحيوي. لما يحصل له مشكله كبيره بقى عمليه، يحصل له مثلا نيمونيا، يحصل له مشكله كبيره، احنا هنا محتاجين المضاد الحيوي ما نلاقيهوش بقى. الجسم نفسه مش هيعرف ان هو يتقبله ان هو يعالجه ولا مش؟ لا، البكتيريا نفسها بقت مقاومه للمضاد الحيوي. بقى بالنسبه لها حاجه يعني اكنها مش موجوده. ايوه يعني دي حاجه مش صح، عشان في ناس كتير قوي بتشوف ان هو ممكن ان انا كل ما اخد حاجه اكتر او حاجه شايف ان هي هتعالجني او دي هتبقى بفايده ليا اكتر، بس دي حاجه غلط، فكويس ان دي معلومه طبعا. بالظبط، حاجه غلط. بالظبط. طب امتى اخد مضاد حيوي؟ وبشوف برضو يعني حضرتك بتقول ان لازم تحت استشاره طبيب، انا بشوف برضو ممكن تكون دكاتره كتير بتستسهل في ان هي تكتب مضاد حيوي عشان خاطر المريض يعني يتعافى بسرعه فتره قليله. تمام. امتى بقى ناخد المضاد حيوي؟ يعني انت بتقول مش في كل الاوقات تاخد المضاد الحيوي. كويس ان حضرتك نوهتي ان احنا قلنا استشاره الطبيب. هو مبدئيا ممنوع تماما ان احنا ناخد اي مضاد حيوي من نفسنا. تمام. يعني ما ينفعش انا يجيلي اي عدوى من غير ما افرق هي عدوى بكتيريه عدوى فيروسيه اروح اجيب مضاد حيوي واخده، فاحنا لازم نرجع للدكتور. طبعا الدكتور هو عارف امتى هيوصف مضاد حيوي، زي ما قلنا لما تبقى العدوى بكتيريه اصلا. دي اول حاجه. تاني حاجه، مش اول حاجه بيلجا ليها الدكتور هي المضاد الحيوي، بالعكس بيبقى اخر حاجه في بروتوكول العلاج بيبقى المضاد الحيوي. ممكن الدكتور بيستنى ان جهاز المناعه بتاعنا احنا الطبيعي ان هو يشتغل. احنا يا جماعه عندنا ربنا انعم علينا بجهاز مناعه يقدر ان هو يواجه الحاجات الخفيفه في الميكروبات. احنا برضو عايزين يعرف يا دكتور ازاي احافظ على جهاز المناعة بتاعي وازاي اخليه قوي، ازاي ما يكونش ضعيف، لان دي حاجة يعني بشوف ان هي مهمة جدا. انا يعني كان في ناس بتقول ان انا من يعني لو باخد ادوية كتير قوي او حقن او مثلا لو حصل لي اي حاجة مش محتاجة ان انا ممكن اعالجها باعشاب او وخدت يعني اتعالجت او خدت ادوية كتير ده بيبقى وحش على جهاز المناعة بتاعي انا. بالظبط، دي حقيقة يعني. بالظبط، زي ما بقول لحضرتك انتي الناس مجرد ما يحصل اي ارتفاع في درجه الحراره بيجري بسرعه يجيب مضاد حيوي يستخدمه. لو انت كده بتخلي جهاز المناعه بتاعك ما يشتغلش. يا جماعه جهاز المناعه عندنا مع اي انفكشن بتدخل الطبيعي ان هو قادر ان هو يواجهها وان هو يقاومها. طب ده بيعمل ايه؟ ده يعني بيخلي ارتفاع، في ارتفاع ملحوظ في درجه الحراره، في بعض التعب واضح على جسم الانسان، ده طبيعي جهاز المناعه بتاعك شغال، سيب جهاز المناعه بتاعك يقاوم. ما تعودش جهاز المناعه بتاعك اللي هو لا يستسهل في ان هو جهاز مناعه حيوي من بره. لان زي ما بقول لك دي حاجه من عند ربنا ان لما انت جهاز المناعه بتاعك بيشتغل درجه الحراره بترتفع.
لحوالي 39 مثلا، دي بيئه مش مناسبه تماما لان الفيروسات والبكتيريا تعيش فيها. فاحنا اول ما درجه الحراره ترتفع اجري بسرعه هات حقنه مضاد حيوي، ده حقيقي، او خد خافض حراره. لا يا جماعه سيبوا الناس اللي بتعرف تعمل ايه بقى، يعملوا ايه بقى؟ المفروض ان درجه الحراره ما ترتفع 37 38 انا بسيبها باستخدام خافض حراره بس مش اكتر من كده، ما جريش اخد مضاد حيوي، ما تاخدش اي ادويه بالزبط. ممكن اخد اعشاب او اشرب حاجه سخنه اكل كويس، ما يفضلش قوي. ممكن استخدم اشرب سوائل كتير اريح المريض اللي بيعاني من اي انفكشن او حاجه، واستنى عليه، استنى اخلي المضاد حيوي ده بعد يوم واتنين من ارتفاع درجه الحراره، لما الاقي ان هي اخر حاجه زي ما انت اخر الحلول بقى، يعني ان انا ممكن استخدم بالظبط حضرتك، مش ما يبقاش هو الفيرست تشويز ليا ان انا اجري اخد مضاد حيوي. حلو ده جدا. انا على فكره بفضل كده عامه، لا مش يعني ما بحبش، يعني انا شخص ما بحبش اخد ادويه اصلا يعني بجد، فبفضل كده افضل يعني. والله كويس ان في وعي عند حضرتك في النقطه دي. في ناس لا العكس تماما، هو انا تعبت جالي برد انفلونزا اي حاجه، في اللي هو منتشر في اغلب الصيدليات دلوقتي حاجات بقى اللي هو ايه مجموعه برد مش عارف حقنه برد، الحقنه اللي هي بيجمعوها دي عشان الحقنه مش عارف ايه حقنه البرد بس يا دكتور. لا دي بتجيب نتيجه مع ناس كتير يعني. لا ما انا عايزين ننوه برضو للحته دي، هي مش بتجيب نتيجه زي ما بقول لحضرتك. الانفلونزا والبرد اللي هو اكتر حاجه يعني كومن دلوقتي في بما ان احنا في الشتاء، دي فايرال انفكشن، مضاد حيوي مش هيعمل معاها حاجه خالص. طب انا بعمل ايه لما اخد مضاد حيوي او اخد اللي هي الحقنه الكورتيزون مع مضاد حيوي مع مسكن؟ انا بقول لجهاز المناعه بتاعي اقعد ما تشتغلش خالص. فبعد ما كان هو بيقاوم وبيحارب علشان كده درجه حرارتي ارتفعت شويه او حسيت بتعب، دي حاجه صحيه جدا، جهاز المناعه بتاعك شغال. فانت بالمضاد الحيوي وبالكورتيزون انت بتوقف جهاز المناعه بتاعك، فانت بتقول انا ارتحت، مع ان العكس تماما، انت ما فيش اي تحسن معاك والفيروس مازال موجود، الفيروس مازال موجود في جسمك وهياخد برضو الكورس بتاعه اللي هو 3 4 ايام وهيخرج من جسمك. طب يعني المفروض انا اعمل ايه؟ طيب اما يبقى في برد او انفلونزا او كده بناخد حاجات يعني تريليف الاعراض بس مش اكتر. ايوه ممكن اخد خافض حراره، باخد حاجه نزل دي كونجيستيون، حاجه النقط بتاعه الانف، ممكن لو في مثلا راينايتس او في اليرجي او حاجه اخد حاجه مضاد حساسيه، اشرب سوائل كتير. ممكن بمناسبه الحساسيه دكتور بشوف الحقن بتاعه المضاد الحيوي لازم المريض يعمل اختبار حساسيه قبل ما ياخد حقنه، الكلام ده صح؟ بالظبط صح. بس في حاجه برضو ان مش كل انواع المضاد الحيوي. يعني هو دلوقتي انتشر ان اي حد بيقولك في حساسيه كتير من المضاد الحيوي فاجري اعمل اختبار علشان انت تبقى كده خلاص في الامان مفيش مشكله، الكلام ده مش صح خالص للاسف. اختبار الحساسيه بيبقى بس للبنسلين، وده نوع يعني ده برانش من كذا برانش في ادويه المضاد الحيوي الموجوده. انما باقي المضادات الحيويه اختبار الحساسيه بتاعها مش اكيوريت. يعني ممكن انا اجيب حقنه من الصيدليه اعمل اختبار حساسيه يطلع معايا نيجاتيف، ما عنديش اختبار حساسيه، وبعد ما اخدها يطلع عندي حساسيه منها. بالظبط. خلصت يا جماعه احنا بنتكلم حساسيه الانفلاكتيك شوك عامه دي مش حاجه سهله نتهاون فيها ونقول مثلا عادي هنجرب في نفسنا، لا طبعا. علشان كده بننصح محدش ياخد اي حقنه مضاد حيوي غير في مكان مخصص لكده. حقنه مضاد حيوي ما تتاخدش في البيت، ما تتاخدش في الصيدليه، ما تتاخدش في اي مكان خارج المستشفى، لازم عياده او مستشفى او كده يعني. بالظبط. بالمناسبه كان اخر فتره دي كان يعني احنا كنا متعودين الحقنة المضاد الحيوي او لو حد تعبان او كده بينزل ياخد حقنة او الصيدلي بيجي يديها له في البيت. اي اخر فترة دي يعني انتشر ان بقى الموضوع ده بقى فيه زي حاجة الحقن مغشوشة او فيه حاجة، ده فعلا ده بجد؟ بالظبط. ايوه يعني مبقاش خالص حد، الناس بتقلق ان هي تاخد حقن في صيدلية او ان هي حتى في مستشفى، ده ليه؟ هي الفكرة ان زي ما كنا بنقول مش المشكلة بقت في المادة الفعالة نفسها، ان انا ممكن يبقى عندي اليرجي او حساسية منها. دلوقتي بقى المشكلة الأكبر كمان ان ممكن يكون في أي شوائب في المضاد الحيوي نفسه هو اللي يعمل لك الاليرجي ويعمل لك انافلاكتيك شوك. أيوة يعني أيوة. بيبقى في غش دلوقتي تجاري مع ارتفاع الأسعار ومع يعني التوسع في وجود الشركات كمان الغير مصرحة مع وجود مخازن الادويه الغير مرخصه، ده الموضوع خطر جدا. طبعا بقى في غش كتير قوي. عايزه افهم دلوقتي من حضرتك بجد حاجات كتير قوي. بالظبط. ممكن حضرتك ما يبقاش عندك مثلا سي اي الرجي ولا اي مشكله في نوع مثلا معين من المضاد الحيوي، بس لما تاخديه من الشركه الفلانيه اللي هي مش مضمونه طبعا. أيوة. تمام. ممكن يحصل لك الالرجي ده بسبب غش تجاري، فالموضوع يا جماعه بقى صعب جدا، ما بقاش يحتمل ان انا
اخد اي مضاد حيوي او اجيب اي حقنه بدون استشاره طبيب واخدها تحت رعايه صحيه وطبيه متوفره يعني مكثفه، بحيث لا قدر الله لو حصل اي انافلكتيك شوك، حصل الرجي عاديه، يبقى في اي يعني يبقى في فريق طبي يعرف يتعامل معايا، في حد يعني مدرب ان هو يتعامل معاك ازاي. انما مش هاخدها في البيت، مش ممكن اخدها في صيدليه. طبعا الصيدلي مدرب تماما ان هو يتعامل مع الانافلكتيك شوك وعنده المعلومه، بس الفكره هو ما عندهوش الادوات اللي يتعامل بيها في كده. يعني المستشفى مكان مجهز ان لو حصل اي حاجه يعني اي حاجه يلحقها يعني نعرف نتعامل معاها. ايوه انما الصيدليه او البيت مش مكان لكده تماما. طبعا حضرتك دلوقتي كنت بتقول في شركات مش مرخصه، وفي ادويه بتكون مش مرخصه برضو. دايما الواحد لما بيكون تعبان بيلجا ان هو يختار الدواء الاغلى، ده بيكون افضل يعني الواحد يبقى تعبان يروح انا اجيب اغلى حاجه بقى. هل بيكون في فعلا ماده فعاله هنا مش موجوده هنا؟ ايه الفرق بين الدواء الغالي اكتر من الرخيص؟ زي ما بقول لحضرتك اغلب الشركات اللي بتبقى انترناشونال او شركات ليها يعني شركات تراستد قوي بيبقى حاجاتها غاليه مضمونه. ايوه مضمونه. انما كل ما انا بلجا مثلا لممكن حاجات رخيصه او حاجات يعني لوكال موجوده في السوق علشان اوفر وما اخدش الحاجه اللي الدكتور كاتبها، ده بيعرضني لمشاكل اكبر بكتير. مش معنى كده، انا عارف ان في الوقت في ازمه اقتصاديه وفي اعباء على الناس كلها، مش بنقول ان شرط الحاجه الاغلى تبقى افضل، لا. بس غالبا زي ما نتاكد ازاي ده دور الصيدلي بقى يعني. هنا ده دور الصيدلي يحاول قدر الامكان ان السورس اللي بيجيب منه الادويه بتاعته يكون تراستد، يكون شركات هو عارف ان دي شركات محترمه، شركات طبقت المعايير بتاعه الجوده، شركات ما فيهاش اي غش، مش مجرد ان هو يجيب حاجات ملهاش مصدر لمجرد ان هامش ربحها اكبر يعني. كذلك برضو الدكاتره، في برضو بعض الدكاتره ممكن يعمل حاجه زي ديل او حاجه مع شركه ادويه لسه طالعه جديد فيكتب لها المضاد الحيوي بتاعها. مع ان هي لا مش افضل حاجه موجوده في السوق، مش امن حاجه للمريض. فدي يعني بترجع لل لازم الدكتور يكون عنده امانه طبعا، اونست شويه. اونست مع المريض. صح. طب انا عايزه اعرف حاجه، يعني هو استخدام المضاد الحيوي فقط هو اللي ممكن يؤذي او ممكن يعني ما يكونش لطيف، ولا معظم المسكنات ممكن برضو تبقى كذلك؟ طبعا كل الادويه عامه الاسراف فيها ليه مشاكل صحيه كبيره جدا، ولكن حتى مثلا الفيتامين او كده، حتى الفيتامين يعني ما ننصحش انك تاخد اي فيتامين الا لما ترجع لدكتور وتعمل تحليل انت فعلا عندك ديفيشنس، ايه النقص اللي عندك تقدر تكمله بالفيتامين. مش مجرد اي مالتي فيتامين انا اخده، لا. أيوه. طبعا ده ممكن بيعمل توكسيستي. طبعا انا وليكن فيتامين دي، انا جسمي مش في حاجه ان انا اخد فيتامين دي. فلما انا باخد اي فيتامين بتزود هيتعب بتزودها. بس في حاجات بتكون يعني ليها علاقه مثلا بتقويه الشعر البشره حاجات دي، فدي بتكون حاجه عاديه ولا لازم برضو باستشاره الطبيب؟ لازم برضو باستشاره الطبيب، لان زي ما بقول لحضرتك سواء كان سقوط شعر، كان حاجه في البشره، كان حاجه في الفيتاليتي بتاع الجسم عامه، انت بتحدد هل ده نقص فيتامينز معينه، نقص حاجه معينه، ولا ده سبب مرضي. فاللي يحدد كده التحليل، اللي يحدد كده الدكتور، مش مجرد اي ادويه انا بدخلها جسمي وخلاص. لان يا جماعه الدواء زي ما بيدخل جسم الانسان هو محتاج يخرج يعني. أيوة محتاج. طبعا انا بحمل على جميع الاعضاء بتاع جسمي، ممكن في حاجات بتخرج زي ما عارفين عن طريق الكيدني، حاجات بتخرج عن طريق الليفر، فانا بحمل. يعني ايه؟ طب بمعنى يعني ايه؟ بمعنى زي ما بقول لحضرتك اي دواء بناخده بيبقى فيه ماده فعاله ويبقى في بعض الاكسيبيانت اللي موجوده حوالين منها، تمام؟ حاجات ليها علاقه بالبايو افيلابيلتي وحاجات كده كبيره. باختصار ان انا جسمي بعد ما اخد الغرض من الدواء ده لازم يخرج بقى، ما في شوائب وفي حاجات تانية هتخرج من جسمي. فاللي بيخرجها ممكن يكون الكيدني اللي هو الكلى بتخرجها، ممكن الليفر يخرجها، فده انا بحمل عليه يعني كتر استخدام المسكنات والادويه الغلط انا بجهد جسمي على الفاضي. تمام؟ بيبقى ليه برضو زي يعني زي عمر افتراضي يعني. في ناس بتستسهل يا دكتور، اللي هو انا عندي شويه صداع يلا اخد شويه ادويه كده، عندي عظمي وجعني شويه، او حسيت ان انا جسمي مكسر من السواقه مش عارف ايه، ما نمتش مطبق بتاع، اخد شويه ادويه. الكلام ده كله بنتكلم على طول وبنقول ان هو اكيد غلط. تنصحهم بايه الناس دي؟ او هو مثلا ايه الحلول السهله اللي ممكن يتعاملوا بيها بديل الادويه الكتير اللي ملهاش لازمه؟ الحلول السهله ان هو لازم يرجع يستشير الطبيب بتاعه.
لان احنا ما بنفضلش انك تاخد سواء كان مسكنات او مضادات حيويه بدون يعني بدون ما تكون هي انديكيتد ليك ان انت عندك المشكله اللي تستدعي ان انت تاخد المضاد الحيوي او تاخد الدواء ده. فانت لو رجعت للطبيب بتاعك هو هيكتب لك مضاد حيوي، ممكن برضو يكتب لك مسكن، بس هو هيكتبه لك بالدوز الصح بتاعته، هيكتب لك الحاجه اللي تفيد مع جسمك، مش مجرد انت بتاخد حاجه عشوائيه. ايوه ايوه. مش معنى برضو ان الدكتور كتب لي اي حاجه مثلا مسكن انا بعد كده في اي تعب تاني ارجع اجيبها من نفسي أحضر او اكررها. لا لازم ارجع المسكن بتاعي بقى يعني. انا ارتحت على ده فخدي انت هاتيه بقى. لا ده بيحصل كتير يعني. لا لا طبعا. بيقول لك دايما اسال تعبان وما تسالش طبيب. ده فعلا بيقولوها ان يعني المريض بيبقى عارف اكتر مثلا من الطبيب. في يعني مثل الناس بتاخدها يعني. في بروح الفكاهه كده يعني. ايوه. لا طبعا. يعني ما ينفعش واحده صاحبتي مثلا او اختي تيجي تقول لي انا جربت العلاج ده او انت عندك صداع فخدي لازم ارجع انا كده ايه يعني. مش في كل الحاجات يعني. مش يعني في بعض الحاجات او تي سي ممكن حاجات مثلا زي ماده الباراسيتامول دي بناخدها مع اي ارتفاع في درجه الحراره، ناخدها ممكن يعني ريليف البين لما يكون في صداع، في اي حاجات بسيطه مش بنقول مع اي الم ارجع للدكتور، بس بنقول الحاجات اللي تستدعي انك تزور الطبيب او تروح اقرب مستشفى ما تستسهلش وتاخد حاجات يعني بناء على فيدباك حد تاني او عن حد كان تعبان واخدها وارتاح، لان كل واحد ليه طبيعه جسم معينه، ليه طبيعه مرض معينه، في برضو دراجز ممنوعه عنه، مش اي حاجه تتاخد بدون استشاره الطبيب يعني. ايوه فاهمه. طب يا دكتور احنا عايزين بقى نعرف انت ممكن تقدم نصائح ايه للساده المشاهدين، تنصحنا احنا كمان بايه يعني في بوينت معينه او اي حاجه محتاج تقولها؟ اللي محتاج ان انا اقوله ان احنا يا جماعه محتاجين كلنا ان احنا يعني يبقى في اويرنس في استخدام المضاد الحيوي، علشان احنا قدام مشكله كبيره. المضاد الحيوي زي ما قلنا هو الدرع الاول لينا كلنا في ان احنا يعني يبقى عندنا مناعه ضد اي فيروس، ضد اي بكتيريا، ضد اي انفكشن ممكن تحصل، فنحاول نحافظ على الموضوع ده لان زي ما بنقول ونقوي دايما الجهاز المناعي برضو. ونقوي جهاز اول حاجه بتضعف الجهاز المناعي هو الاستخدام الخاطئ للمضاد الحيوي، لان زي ما بقول لك دلوقتي يعني في حوالي 700 الف شخص سنويا بيموت بسبب مقاومه المضاد الحيوي، ان هو عنده انفكشن ما استخدمنا لها كل انواع المضاد الحيوي ما جابتش معانا نتيجه. منظمه الصحه العالميه بتتنبا ان بعد 20 سنه هيوصل ل 50 مليون شخص كل سنه حول العالم هيموت بسبب مقاومه المضاد الحيوي. فانا بنصح الناس ان اي حد دكتور يكتب له كورس مضاد حيوي يكمله لاخره، ما يجيبش اي مضاد حيوي بدون استشاره طبيب. نبعد تماما عن الحاجات اللي اسمها مجموعه برد مش عارف ايه قرص مضاد حيوي الكلام اللي حضرتك قلته طول الحلقه بالظبط. نبعد عنه تماما. برده في برده اللقاحات والتطعيمات اللي بتبقى موجوده من وزاره الصحه وكده نحاول نلتزم بيها علشان احنا نتجنب حدوث العدوى من البدايه اصلا. زي ما حضرتك قلت يا دكتور في النهايه الموضوع كله متلخص في ان لازم نستشير الطبيب لما نكون حاسين باي اعراض او اي برد او اي تعب ايا كان. دكتور احمد حسام احنا بنشكرك شكرا جزيلا، حضرتك نورتنا في اول فقره في حلقه هو وهي النهارده، كانت حلقه جميله واتمنى الناس كلها تكون استفادت من النصايح اللي حضرتك قدمتها. احنا نطلع بجد والله. انا اللي بشكرك وسعيد جدا انا كنت معاكم النهارده، ميرسي جدا. احنا اسعد والله يا دكتور. ميرسي قوي يا دكتور. احنا نطلع فاصل صغير وهنرجع لكم تاني، استنونا في الفقره الثانيه. بجد الترحيب بيكم مره ثانيه. الفقره الثانيه في البرنامج النهارده معانا فقره مهمه جدا لكل الناس اللي داخله على افراح على خطوبه، معانا استاذ محمود اسماعيل الشهير بالاذاعه. اهلا بيك يا استاذ محمود. اهلا وسهلا حضرتك، منورنا في هو وهي. ربنا يحفظك. محمود اسماعيل منور الدنيا، منورنا مبدئيا، منور الدنيا كلها. واحنا في البدايه كده عايزينك تتكلمنا محمود عن اذاعه بقى، عايزين لا في الاول إزاعة. ايوه ايه قصه محمود اذاعه؟ القصه بتاعت محمود اذاعه دي ان انا كنت بعمل مشهد مع يحيى الفخراني في الاذاعه والراديو يعني. فكنت رايح فين؟ رايح الاذاعه. جاي منين؟ جاي من الاذاعه. فسميت محمود اذاعه. النجم يحيى الفخراني طبعا، دي حاجه تشرف طبعاً جدا اكيد يعني. في الدنيا كلها طبعا. طب انت بقى اللقب ده كان في المشهد ده انت اتشهرت بيه يعني؟ بقيت بتمشي في الشارع الناس تعرفك؟ لا اتشهرت بعد ما صورت. بعد ما صورت كان عندنا في احنا منطقه شعبيه شويه. تمام. فكنا بنعمل حفلات وكان بيجي فيها ناس مشاهير دلوقتي بيغنوا.
فروحت صورت ببلاش، ما كنتش باخد فلوس. كنت باخد فلوس؟ اه يعني انا كان معايا الكاميرا كنت شاريها بقالي 3 سنين. فجربت فصورت الناس كلها وصورت في الحفله الناس كلها فعلا. وكله بياخد الصوره يحط الصوره باك جراوند على التليفون ويجي يعني عجبهم الصور. حد اسمه اذاعه، مين مصوره؟ فبقيت امشي في الشارع، اتفضل يا اذاعه، شكرا، اتفضل يا جدا. ايوه. فاروح مثلا حته بعيده جدا الاقي الناس عارفاني، فانا اتشهرت وما كنتش عارف نفسي ان انا اتشهرت. يعني انا كنت فاكر ان هو مجرد بس ناس حواليك اللي هو مجرد الناس اللي حواليا هنا جنبي في الشارع او جنبي في المنطقه خلص. فقلت بس ده. فبقيت كل ما اروح حته الاقي ناس عارفاني اكتر والحمد لله. شجعوك بسبب المشهد ولا بسبب الصور؟ بسبب الصور. ده بقى يعني بشوف الصور. ده بدايه احترافك للتصوير؟ ده كان بدايتي. بس انا قبل كده اصلا، قبل كده بشويه حلوين، انا كان معايا الكاميرا بس كنت لما بحب اتصور كنت ممكن اروح المعادي، اروح المنصوره، اروح حتت بعيده جدا عشان اروح اتصور فيها، عشان انا بحب التصوير جدا يعني. تختار لوكيشنز معينه يعني؟ يعني انا من حبي، انا مش داخل التصوير، ما اتعلمتش او رحت خدت كورس او الكلام ده، دي موهبه من عند ربنا. انا كنت من وانت صغير بقى، من وانا صغير. احكي بقى. انا كنت فاكره التليفون اللي هو الان 73 اللي هو كان كنت بروح مع اصحابي جنينه الازهر، انزل بالتليفون تحت اصور واعمل كده. ايوه، خرجوا انتوا مع نفسكم، انا رايحه اصور. انا بحب التصوير، كنت اروح اصورهم صور جميله جدا برغم ان ما كانش فيه امكانيه كويسه. على كم سنه؟ عندي 30. 30. وكان عندك كم سنه لما كنت؟ كان عندي بالظبط 22. فكنت بصور. كنت كبير برضه، انا فاكره ان انت في سن صغير اكتر من كده. لا انا بقى قبليها بقى السن الصغير اللي اكتر من كده اللي انا كنت بتصور فيه. ده السن الصغير اللي انا كنت بروح كل حته واتصور، كنت بحب جدا التصوير. فمن حبي ليها فضلت احوش عشان عايز نفسي اجيب كاميرا. تجيب كاميرا. كانت الكاميرا ساعتها ب 3500، ف 3500 كانوا بالنسبه لي كتير. فبقيت اشتغل هنا واشتغل هنا واجمع واجيب عشان خاطر انا نفسي في الحاجه دي. فكنت جايبها مش عشان شغل، انا كنت جايبها عشان انا اللي اتصور، عشان دي هوايه عندك وانت كل عايز. كل ما اروح حته اروح ادفع فلوس واتصور، قلت طب بدل الفلوس اللي انا ادفعها واتصور بيها دي اجيب بيها كاميرا. طب انا احسن ان انا احوشها واشتري كاميرا لنفسي وقت ما عاوز اتصور اتصور. رحت اشتريت الكاميرا بالفعل، واول مكان رحته هو جنينه الازهر، رحت اتصورت فيه ازيد من 1000 صوره لوحدي بجد. لوحدي ده ورا بعض كده؟ ورا بعض. ما حد صورك يعني؟ صورت نفسك؟ كان حد بيصورني. حد صورك؟ بس ايوه، بس انا رحت المكان اللي انا كنت بروحه بالتليفون اللي انا 73. حقق حلمه بقى. انا جريت ورا حلمي. فبفضل الله دلوقتي انا معايا من احدث المعدات شغال بيها، معايا كاميرا ار، معايا 5 دي مارك 3، معايا مارك 4، معايا استوديو الحمد لله رب العالمين. فين الاستوديو؟ الاستوديو عندنا في بلاق، كان معايا استوديو تاني في فيصل بس ما حصلش فيه نصيب، كنت فاتح قبل الكورونا ب 30 يوم ما كنتش اعرف ان في كورونا. فاكيد وقت الكورونا ده كله عارف بحاجه زي كده، ان هو الوقت ده اصلا اي حد كان بيقفل فيها كان صعب على كل الناس يعني، مش عليا انا بس. فمن هنا بقى بدايه التصوير بتاعتي، اشتريت كاميرا. طب ايه ده؟ طب الكاميرا دي انا نفسي اجيب كاميرا اعلى شويه. الطموح بيزيد بقى كل فتره يعني. طيب اجيب كاميرا، طيب الكاميرا الجايه ب 6000 جنيه. طيب بقيت اطلع الافراح مثلا، ايه تيجي معايا فرح اديك 150 جنيه؟ طيب ماشي. ده اللي هو الاسيستنت بتاعك يعني؟ لا حد مثلا يجي يقول لي هو شاف صور عجبتك. تيجي معايا الفرح ده وتاخد 150 جنيه. انت اللي بتروح معايا وتاخد. اخد 150 جنيه اوكي. تيجي تاخد 200 جنيه اوكي. ما كنتش بقول بدأتها سلمة واحدة واحدة عشان خاطر واحدة انت واحدة. كنت بس مجرد كنت حاجة بجري ورا حلم. انا في حلم بجري والله، لسه بجري وراه لحد دلوقتي. انا كل ما بكبر اكتر كل ما احلامي ما بتخلصش طبعا. ربنا يوفقك. ففضلت فعلا هنا وهنا لحد ما غيرت الكاميرا. طب ايه ده الكاميرا دي؟ طب انا عايز اجيب كاميرا اعلى من دي. طيب هنا بقى اصحابي مثلا شغالين في براند سي مثلا بن سليمان، تعالى احنا عايزينك تصور البراند عندنا. حلو ده. طب لا، طب ده انا عايز كاميرا اعلى، انا عايز اجيب كواليتي اعلى من ده. لان انت خلاص بقيت محترف في اماكن يعني براندات. وناس ثانيه بقت تطلبني، وناس يعني من مناطق بعيده جدا بقت تشوف شغلي بفضل الله على الفيسبوك انستجرام، بيشوف شغلي يطلبوني واروح اصور لهم. والحمد لله رب العالمين، واحده 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 لحد ما جبت الكاميرا اللي انا نفسي فيها ونزلت احدث منها برضه. وهتجيبها ان شاء الله. طب محمود بص، هو في البدايه انت هتصورنا اكيد صح؟ اكيد طبعا. ده في البدايه طبعا، دي حاجه يعني اكيد. ده انا يزيدني شرف. تسلم لي والله. ربنا يحفظك. عايزه اعرف بقى انت طموحك واصل لفين؟ يعني انت عايز تدخل عالم الفن مثلا، تبقى متخصص في حاجه معينه، ولا انت عادي بالنسبه لك؟ لا هو انا طبعا كل بني ادم ليه طموح. طبعا. فالعادي ده يبقى هو بني ادم عادي. انا يعني اللي بتمناه يعني من ربنا ان شاء الله وهعمله، ان انا اخد مكتب كبير جدا يكون في اكتوبر او في المهندسين
جنبي وان انا ادخل في مجال السينما. سينما؟ اه. ان انت عايز تمثل يعني؟ لا تمثل تصور فوتوغرافر. في السينما. اه تمام. يعني انا بشوف حاجات كتير جدا، يعني في حاجات بتعجبني وفي حاجات ما بتعجبنيش. حاسس ان انا لو حد مثلا لو رحت عملت تيست لاي حد فانا حاسس ان انا هنجح فيه. ان شاء الله. دي عشان معايا المعدات كويسه والحمد لله رب العالمين، نظرتي كويسه. وعلى فكره في صور انا كنت مديها الاعداد. انا عايزه اشوفها. فين الصور دي؟ الصور يا ريت نعرضها. موجوده انا جايبها. في صور كنت مصورها الاطفال تعجبكم جدا. يا ريت. انا بحب، على فكره انا بحب التصوير جدا. انا ممكن مثلا يعني اشوف المج ده فممكن اي حد ياخده من الزاويه دي عادي يصور بالصوره دي. لا انا ممكن يكون ليا مثلا باك جراوند، اه ده الباك جراوند ده يطلع كويس وراه فاصور صوره هنا بشكل ليك كويس. نظره على الصور اهي. دول دي الاطفال اللي انا كنت مصورها. الله دي حلوه قوي. دي عباره عن ايه بقى؟ هو انا كنت رايح اعمل حاجه في العربيه بتاعتي فلقيت الاطفال دولت اربع اطفال مع بعضيهم. دول ماسكين فوانيس صح؟ كان في وقت رمضان. كان خمس اطفال. ما اكيد فرحوا قوي برضو. يا نهار ابيض. ده هم شافوني المره اللي بعديها يعني اتبسطوا جدا. عايزين يتصور. هو كان حاجه جميله جدا. يعني طبعا. هو لا مش عايزين نتصور، انا شفت الشكل. يعني هم بيجوا فرحانين من اللي انت. خمس اطفال دولت حد منهم بيرفع العربيه وواحد منهم بينزل تحت العربيه. فقلت لهم انتوا لو ينفع اجي اصوركم؟ قالوا لي اه ينفع. رحت جبت الفوانيس وجيت صورتهم فعلا في نفس اليوم. رحت عامل لهم برواز لكل واحد فيهم ورحت وديت لهم الورشه بتاعتهم. اتبسطوا جدا واديتهم الفوانيس دي اصلا. حلو قوي. انا بحب الصور اللي تبقى روحها حلوه. يعني في صور يبان شكلها حلو وفي صور روحها حلوه. في صور تحسيها وصور عادي. لا لا صور عادي تمشيها مفيش مشاكل. ايوه. بس الصور اللي تحسيها بتفضلي تدققي فيها على تفاصيلها. يعني انت ممكن يعني مثلا حاجه زي كده، انا كنت في غيط حمام. تحفه. دي كنت في الهرم. بحب انا جدا اتصور في الهرم طبعاً. اصلا المعز. الصوره دي بحب قوي المعز بجد. المعز. بس انت بتختار توقيتات برضو. هو الوقت بتاعي هو اللي بيظبط هو اللي بيظبط اللقطه. انا ليا فوتو سيشن عندك ده فري كمان. بس هنا ايوه قدام الناس. لا حلو جدا. على فكره انا بحب جدا الاماكن اللي هي المعز الحسين. الاماكن اللي هي فيها حاجات يعني ما هي الاماكن دي اصلا اساس التصوير. انا عايز اقول لك على حاجه. عارفه الاماكن دي لما تروحي تتصوري الصبح بتليفون قديم جدا هتطلع لك صوره كويسه بجد. اه ده حقيقي طبعا. الاضاءه برده الاماكن دي يعني تحس ان فيها اضاءه متوزعه لوحدها. صح. المكان كله بيج وتحت جراي فالمكان انت متصوره في مكان طبيعي جدا. مش محتاج ايديت ولا محتاج اي حاجه. ولا محتاج اي حاجه خالص. يعني انا كنت من صغري بحب اروح اتصور في الحسين. من وانا صغير ما كان بصور بالتليفون برضه الاقي الصوره طالعه كويسه جدا. طب احكي لنا بقى يا محمود، ايه اغرب موقف حصل لك في الافراح وانت مش قادر تنساه؟ هو الموقف على طول اللي كان بيحصل معايا بس انا قفلت يعني الموقف ده. كان مثلا ممكن يكون حد انا رايح اتصور ببلاش. انا في فرح فعايز اتصور ببلاش. كده كده مش المصور ده جاي واخد فلوس. يبقى خلاص ده ناس من المعزومين يعني. تعالى صورني مع ماما. حاضر. تعالى صورني مع اختي. حاضر. لو انت نسيت العروسه اصلا. نعم انا كان واقف بره والنبي نسيت اتصور معاه. طيب حاضر. فلما لقيت لما بيفضلوا ياخدوني بعيد خالص عن عريس وعروسه وبعيد خالص عن شغلي فانا رفضت المبدا ده اصلا. فانا بتتفق مع العريس والعروسه انا مش هصور غير العريس والعروسه في الفرح. والناس اللي حواليها في اي حد ناس حواليكوا انا بصورهم كده كده هم مش واخدين بالهم. واي حد عايز يصور معاكوا انا عنيا الاثنين. لكن كان في ناس فعلا بتاخدني وتخرج بيا بره ما كنتش لسه بقى اعرف. تعال هنا صور. حاضر وانا مبسوط وعايز اصور. تعال نصور هنا. طيب حاضر. فهو الموقف ده كان فعلا غريب جدا بالنسبه لي في القاعات والفنادق اللي انا كنت بروحها. اصل في الافراح ناس كتير قوي بشوفهم على الجروبات على الفيسبوك وكده تلاقي عرايس منزله انا الفوتوغرافر طلعني شكلي مش حلو جابني بزاويه مش عارف ايه ده مثلا الميك اب شكله مش بروفيشنال في التصوير فبيقعدوا يدققوا في حاجات كده فالموضوع ده بيكون محرج ممكن يسبب ليك مثلا يعني مش يسبب ليه هو عامه كنت تطلع وحشه فتلومك انت. بتبقى اذواق. يعني مثلا انا ممكن بصور في القلعه فانا عايز اجيب الباك جراوند اللي وراكي عايز اجيب
المنظر كله. فممكن تلاقي الصوره دي وحشه، انا كنت عايز صوره وشي يبان انا مش عامله ميك اب مثلا. وبعدين برضو بحس في الافراح ان انت اكيد تركيزك كله هيبقى مع العريس والعروسه، فانت اكيد مش هتقعد تركز مع مثلا 200 واحد معزومين بان انت تطلع ملامحهم. اصلا فعلا مشكله بسبب الحرارة. يعني انا جالي حد العريس عروسه قال لي انا محاسبك على فلوس، انت مصور لي ناس اساسا ما اعرفهاش. قلت له والله ما اعرف الناس دول موجودين في الفرح، فانا ده ما اعرفوش. قلت له قرايبكم يا جماعه. قال لي طيب انا ماليش غير مثلا 30 صوره او 20 صوره، وشايف الناس الثانيه ليهم ازمه. ما الموضوع محرج برضه. ما انت برضه في موقف محرج هتعمل ايه؟ فعملت هنا بقى كده خلاص ستوب، ان انا الحاجه دي خلاص، ان انا فعلا ماليش دعوه غير بالعريس والعروسه فقط، ان انا اكتر حاجه ان انا لازم ابسطهم واصورهم بكل الانواع، يعني اصورهم بلونج، اصور الصوره تكون واسعه كل الاشكال اصورها لهم، بدل مثلا ما انا كنت بصور فوت سيشن يكون 30 صوره او 40 صوره، لا بقيت اعمله 60 صوره 70 صوره. عشان زي ما حضرتك قلتي، انت دلوقتي قلتي في تقول لا انت شكلي لا، انا موجود كل حاجه عند حضرتك، في الصور بايديت وفي الصور من غير ايديت. ان انا عشان ما اقعش في موقف حرج زي ما انت بتقولي. كل الحاجات دي طبعا يعني اي فوتوغرافر محترف بيواجهها. احنا بنتمنى لك اكيد النجاح، وان انت تحقق حلمك وتبقى اشطر مصور يعني سينما في مصر ان شاء الله. باذن الله. ولازم تسعى لده، لازم تعمل ده وتسعى لده، وتقدم كمان عروض على فنانين يعني اللي بيبقى عايز حاجه يوصل لها شغفه قصاد حاجه وحلمه هو بيوصل لها. وانا عارفه ان انت ان شاء الله في يوم هنسمع عنك ان شاء يعني الله. ان شاء الله مش هنسى. مكان حلو قوي. هصوركم برضه بقى. بنشكرك جدا يا محمود. كده كده ربنا يحفظك. بنشكرك جدا يا محمود اذاعه. انا متشكر جدا. انا شرفت بيك وربنا يحفظك. ربنا يخليك يا محمود. بشكر ذكرى. بشكرك جدا يا خلود، وبشكرك يا محمود، وبشكر كل فريق العمل اللي ساعدنا النهارده في الحلقه دي. كانت حلقتنا النهارده، واتمنى تكون عجبتكم واستفدتوا منها، وان شاء الله استنونا بكره حلقه جديده في برنامجنا هو وهي. We'll be right back.